베이비 버스. 마르하반! 애가 도나리를 시키라! تيدي، قلت لك مرات عديدة توقف عن تناول المثلجات بكثرة لأنك قد تصاب بالزكام. أبي، هل أنت مريض؟ دعني ألقي نظرة. لم لا أسمع دقات قلبك؟ القلب هنا يا ميمي. عزيزي، سوف يجري الطبيب اليوم إبرة لميمي. لا، إبرة، لا أريد أن أذهب. ميمي، الإبرة ستساعدك على الشفاء. إذا مرضت، كيف ستصبحين طبيبة وتساعدين الآخرين؟ حقاً؟ حسناً، فلنذهب. أبي، هل حان دوري الآن؟ سيحين دورك قريباً. لا أريد أن أتلقى إبرة أخرى. ميمي؟ لا يمكنني النهوض. أنا آسفة، دعني أساعدك. شكراً لك. هل أنت طبيبة؟ أجل، أنا كذلك. هل تأذيت؟ دعني أفحصك لو سمحت. لا أسمع دقات قلبك. لا تسمعين دقات قلبك؟ هل أرى أختك؟ لا تبكي، لا تبكي. مهلاً، أخبرني أبي أن القلب هنا بالضبط. دعني أفحصك مجدداً. أنا أسمعها الآن. ميمي، ميمي، أين أنت؟ يجب أن أذهب. ميمي، أين أنت؟ حان الوقت للإبرة يا ميمي، ميمي. أبي، خرطومي يؤلمني. لا تقلق، سأذهب للتحدث إلى الطبيب. انتظرني هنا، سأعود. هل يؤلمك خرطومك؟ إذن دعني أساعدك، أنا بارعة في التضميد. أنت طبيبة؟ أجل، أنا كذلك، أنا طبيبة. انتظر قليلاً. انظر، سيجعلك هذا تشعر بتحسن. حقاً؟ رائع، لنفعل هذا إذن. شكراً جزيلاً. لا مشكلة. انتهيت، نجحت. أيها الطبيبة، لماذا ضمتني جسمي كله؟ هذا مؤلم أكثر. انزعي الضمادات. حسناً، دعني أضمدك مجدداً. ماذا عن الآن؟ أتشعر بتحسن؟
ما زال خرطومي يؤلمني. وجدتها، لربما تحتاج إلى إبرة. ها، إبرة؟ مستحيل، لا أريد أن أتلقى إبرة. لكنها ستجعلك تشعر بتحسن، يجب أن تكون شجاعاً مثلي تماماً. أنا لا أخاف إطلاقاً. رائع يا ميمي، ستكونين إذن شجاعة جداً حين تتلقين الإبرة. لا، لا أريد إبرة، أنا خائفة. ألم تخبريني أنك لا تخافين على الإطلاق؟ أوه طبعاً، إنها شجاعة جداً، صحيح أيتها الطبيبة ميمي؟ الطبيبة ميمي، أنا فعلاً كذلك. الطبيبة ميمي، هل ستتلقين إبرة؟ أجل، أجل، بالطبع. لقد انتهيت يا ميمي. هل انتهيت؟ ميمي كنت شجاعة. هذا لأنني طبيبة، لا أخاف على الإطلاق. آه، دكتورة ميمي، لقد أبليت حسناً. أيها الشعب، لقد حصلت مؤخراً هزات كثيرة، لذا نحتاج إلى أن نستعد لأي زلزال وشيك. اليوم سيعطي المتطوعون لدينا المعدات اللازمة لكل منكم. مرحباً مسكرز، تفضل هذه. شكراً. هاي مهلاً لحظة، أحتاج واحدة إلى صديق اليسروع. قلت يسروع؟ خذ هذه إذن. شكراً. حالة طارئة، يجب أن نذهب. وداعاً. وداعاً. هاي هاي أسروع، أحضرت لك عدة طوارئ. يسروع، ليه ما غلفت نفسك على هذا النحو؟ مرحبا، ما الحالة الطارئة؟ ثعبان من الزواحف، إنه واحد من فريق الإنقاذ من الزلازل، عمله إيجاد الحيوانات المفقودة. هذا الصباح تعرض لحادث وهو يوزع عدة الطوارئ، يحتاج إلى مساعدتكما. مستعدان، فريق الإنقاذ الخارق، هيا. أنا آسف. لا بأس، كان مجرد حادث، لكن ما زال علي تسليم ما تبقى من العدة، يجب أن أسرع. لا تقلق، سيصل فريق الإنقاذ الخارق قريبا. أرأيت؟ لقد وصلوا. مرحبا سيد ثعبان، أخبرني كيف تشعر الآن؟ أشعر بدوار خفيف كما لا أرى بوضوح. لا تقلق، سوف نساعدك. دعني ألقي نظرة عن قرب، سأبدأ التحليل. يبدو أن الحفر لديه مجروحة. الحفر لديه؟ السيد ثعبان قصير النظر، لديه حفر صغيرة بين عينيه ومنخريه، هذا ما يشتهر فيه، فهي تساعده على كشف الحيوانات القريبة كونها حساسة على الحرارة. لقد فهمت، سوف أعالج لك الأمر. شكرا لك.
سأتقلص الآن. ترى أين هي؟ لقد وجدت الإصابة. الموجة الضوئية. ميو ميو، لقد انتهيت. أنا أرى بوضوح الآن. لما المنزل يهتز؟ لا، إنه زلزال. زلزال زلزال، ما العمل؟ لا تخف، احمي رأسك، لنذهب إلى مكان آمن من هنا بسرعة. فلينتبه الجميع. المكان خطير، اختبئا تحت الطاولة. ما من مساحة كافية تحت الطاولة. ميو ميو، نستطيع أن نختبئ في الحمام. أسرعي، قفي في الزاوية. لقد توقف، تعالي معي. حسناً، هيا بنا. فلنخرج من هنا. خلال الزلزال لا تستخدموا المصعد، بل استخدموا السلالم. إنها هزة ارتدادية. المنطقة المفتوحة، هناك مأوى للحالات الطارئة. الآن نحن في أمان. كيكي، انظر. وجدت شيئاً؟ لا، لا يوجد أحد في المكان. كيكي، تعال إلى هنا. هناك، سمعت صافرة. اسمعي، السيد ثعبان بارع جداً في الكشف، يستطيع المساعدة. سأبدأ فوراً. هناك. يا سرو، استيقظ، انظر إلي، أنا خائف. ويسكرز في الداخل، علينا إخراجه حالا. الأمر طارئ، سأتصل بالمقر للمساعدة. كاكا، ويسكرز عالق داخل المبنى، نحتاج إلى المساعدة. تلقيتك. هينك، مومو، يحتاج كيكي إلى مساعدتكما. انطلقا رجاء الآن. فريق الإنقاذ الخارق، هيا بنا. ارتدادية، يجب أن نخرج ويسكرز من هناك بسرعة. لا مشكلة، سأفعل هذا. تشغيل. المروحية الخارقة، طيري. والآن جاء دورنا. أجل.
لقد جئتم لإنقاذي. لا، إنها هزة ارتدادية. انظرا، أليس ذلك كيكي؟ نحن بخير. أجل، أجل. ها؟ فريق الإنقاذ الخارق، لقد أنقذتم الجميع. شكرا لأنكم كنتم شجعان. يسروع، أنا لا أجد صديقي المقرب يسروع. لا، لا تبكي، انظر. يسروع. شكرا كيكي. إنه يستيقظ. واو، تحول إلى فراشة. فريق الإنقاذ الخارق يبقيكم في أمان. هذا مؤلم. مهلا، أين أنا؟ هذا ساخن، ساخن. النجدة، أخرجوني من هنا، أخرجوني من هنا. النجدة، فليساعدني أحد. ياي. ما الذي يجري؟ النجدة، أنا أذوب. إنه شوكولاتة، واقع في مشكلة، فلنساعده. هيا، علينا أن نطفي الشمعة. الشمعة. انظر هناك، يمكننا استخدام الماء لإطفاء الشمعة. لم يتحرك الكوب إطلاقا. ماذا يجب أن نفعل؟ نحن لسنا أقوياء كفاية. عندي فكرة، تعالوا معي. ساعدوني، أنا أذوب، ساعدوني. أصمد، جئنا لمساعدتك. لا، الماء يخرج من هنا. دعني أساعدك. هيا. سوي الأمر، فلننقذ شوكولاتة.
حسناً. المجدة! المجدة! ها؟ أه؟ أه؟ أجل! لقد نجوت! ويو! كنت أتحول إلى صلصة شوكولاتة! شكراً لكم! من أنتم؟ نحن فكاكين لولنا! وأين هي ألوانكم؟ ماذا حصل؟ أحمر! أنا أصفر! لا لا لا! أزرق! أخضر! أجل أرجواني! أحمر! أحمر! أزرق! أخضر! أرجواني! قام كيكي بإلباسنا حلة ملونة! شكراً كيكي! شكراً!